كتبت تغريدة للمتزوجين. نعم. خلنا نشوف التغريدة بس. هذه تغريدتك يا طويل العمر والسلام، تذكرها ولا ما تذكرها؟ إيه. تذكرها زين؟ الله. طيب، أي واحد أنت من المتزوجين ذولي؟ بس أنت راني ما شفت التغريدة. أنت تغريدتك حافظها، أنا قاريها في اللي علشان طبخ وما طبخ. مشروع بناء أسرة وليس بناء كبسة وما أدري. نعم، الإنسان ما يولد عالم. والطبخ هذا شيء كمالي من الكماليات. ما يطرا في تكوين الاسره شيء عالمي، ما هو بسوي لي كبسه وسوي لي. طيب وش المشاكل في تكوين الاسره اللي تشوف انها مشكله؟ انا اشوف اي واحد يدخل مشاكل في محيط اسرته على طبخ وعلى ما تغسل ثوبي وما هذا شيء ما يطرا. الامور هذه امور ثانويه. والله دخلتني في سالفه. والله الرجال حزنتني. الرجال من 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 وجهه حسيت انه يعني عنده بعض المشاكل. اوريك فيديو الان. وضعي بعد ما تزوجت وجالي عيال صار عندي ثقه وصار عندي امور في حياتي ترتبت وزانت اموري، ولكن والله العظيم حتى في امور تجاريه لي اني ارجع اخذ رايهم ما فيها شيء. المراه ترى يمكن عقلها ارجح اختلفنا. طيب هذا كلام جميل، يعني أنت من الناس اللي ممكن نقول عنك خلف كل رجل عظيم امرأة. امرأة نعم. أولهم أمي. أمك نعم، بس إحنا لأن موضوعنا الزواج أمك الله يخليها لك. الله أمم فاطمة سعد علي القحطاني. فاطمة بنت سعيد. بنت سعد. بنت سعد نعم. لأن الشباب يقولون أنك تذكر الاسماء ما عندي مشكلة. نعم. طيب بس بعضهم إذا قلت إيش اسم أمك قال عقب وتدم. لا 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 ما في. شوف شوف هي في الاخير انا والله انا وجهه نظري ما ادري انت دامك تقول ترى كل شيء فيه حريه شخصيه. اي موضوع؟ موضوع الطبخ انت تطبخ وش تطبخ غير كبسه؟ اطبخ اي شيء. اي شيء وما عندك مشكله في الطبخ؟ اي شيء. انا ما عندي مشكله غسل المواعين. طيب انت تاكل تمر مع المرق؟ اكل تمر مع تراك البيتزا مع لبن فتدني بايعها.